Everyone. اليوم بدنا نحكي عن الواتس ماينر. هنحكي عن M10 chip pin function, how to detect the chip pad, or كيف فينا نفحص نحن الواتس ماينر chip. عم نحكي احنا عن chip. شو الأكثر مشاكل بالواتس ماينر؟ فحيكون في فيديو مختصر عن الواتس ماينر. الواتس ماينر بيكون تقدر نلقط نحن الباد تشيب اكثر من الهاشبورد. يعني الواتس ماينر اهين من الهاشبورد كثير. There is a lot of people use واتس ماينر, so let's talk about M10 kind of the واتس ماينر. Okay, after we plug the power supply, here we have a PEPROM and we have another cable. So how to detect the bad chip? بلش نحن هون بكل بساطة. في عنا الواتس ماينر, the chip of the واتس ماينر, بيكون في عنا this is the chip of the واتس ماينر. في عنا CLK and RST يلي هي نفس الشيء بيكون بالهاشبورد وهو الانتي ماينر. اوكي, فهنبلش نحكي عن السنجل لاير chip pin function. اوكي, في عنا هون عنا موديول سنجل بورد هير اند سنجل بورد هير. وي هاف ا بن 1 اند بن 20 ار كلوك. يعني بيكون في عنا نحن هون بالواتس ماينر, اوكي, في عنا تشيب 2 3. هيدا التشيب اللي هون كلياتهم هم بيكونوا اول سنجل بورد بالواتس ماينر. يعني بس نحط نحن التست بيكتشر او نحط نحن الكنترول يونت او الواتس ماينر, and this is our control unit. اوكي, فهيد الداتا كيبل بدها تروح على this one. بنبلش نحن نرجع نعمل random test. pin 1 and pin 20 are clock and pin 4 17 are XT. يعني اللي عم نحكي عنه بالضبط انه هول هون في عنا ال RXD, CLK and RST. ال RXD اللي هي نحن بنحكيها انه ال RI وال RO. فبكل بساطة اذا بلشنا نحن ال TXD اللي هو نحكي فيه عنه CO, بده يطلع بده يبلش السيجنال from 1 2 3, then 1 2 3, then 4 5 6, so بده يمشي يرجع لهون. هيدا السيجنال كلياته نحن بنحكيه بال TXD. اوكي, السيجنال يلي بعكسه بيكون هو ال 3 سيجنال بيمشوا بعكس ال TXD. يعني نفس الشيء التشيب هون ال pin 1 وال pin 20, اوكي, يلي هو TLCLK, وال pin يلي هو ال pin 1 وال 20 CLK, وال pin 4 17 RXT. يعني نروح لهون, هالتشيب اللي هون إذا بدنا نرسم هيدا الشيب اللي هون مع هيدا, هو بيشكل لي TXD. الشيب اللي هون هو بيشكل لي RXT, CLK and RST اللي هو رايح على البن, على البن 4 and 17 للRXT. البن 2 and 19 are TXD, وبن 3 and 18 ار سي تي اس. السي تي اس اللي هو الكنترول تول التست اللي هن بيكونوا 1 2, سيبريت بين دومين 1 اند دومين 3, دومين 4, دومين 5. سو الاصفر اليلو ذس 1 هن هون عم بحكي انا عن ال سي ال 18 سي تي اس اند بن 5 ار اس. طيب هاو تو تيست, اذا نحن بدنا نشوف كيف فينا نحن نفحص الانتي ماين. هون عم بيقول لنا ان الانتن از كومبوز اوف ذا 35 لاير ان سيريس. فبنشوف نحن هون 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 till
35 players. بتكون من 3,080 تشير. اوكي، اذا نحن بنكون each layer has 3,800 chip in parallel، بده يكونوا كل in parallel بيكون في عنا 1,800 chip in parallel and the whole board has total U5 chip. يعني بدول هاش بورد بيكون في عنا نحن 105 chip. هالchip نحن فينا نقيس بكل بساطة كlayer يلي هي ال كلاير اللي هو يكون في عندي انا هون بقدر افحص الانبوت والاوتبوت. يكون عندي انا هون بفوت ال CLK RST and بيطلع لي نحن هون CLK out and RST out. يعني انا افحص الاوتبوت لالون افحص الانبوت بخلال اتبع السيجنال. طيب هون بيجي بيقلنا انه ال بس نحط نحن الباور سبلاي، اذا كان الباور سبلاي عمل شورتد اكثر مشاكل الواتس ماينر بيكون اذا دور الباور سبلاي عمل شورت بيكون ال this one this here is a bad guy، لانه من هون بيطلع عندي نحن الباور سبلاي. اذا غيرنا ال اوكي فازا باور سبلاي حطينا نحن الباور سبلاي هون، من هون بيكون في عندي bad voltage. ظهري لازم نحن نفحص الباور سبلاي اللي هون لانه هولي بيوزعوا على الكيل ال LDO and the resistance. هذا الشورتد ما حيكون من الشيب نفسه، الشورتد حيكون من الباور سبلاي اللي هون. طيب إذا عندي أنا عم بحكي عن السينجل لاير تشيب، إذا عم بحكي عن السينجل لاير تشيب عرفنا إنه ال pin 7 and 14 هو ال VDD IO power supply. أوكي، يعني عم بحكي pin 7 pin 4. إذا حطينا ال pin اللي هون هيكون number 1 عملنا flip so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رجع 11 till 20. Number 14 so number 7 and 14 are VDD IO power supply. يعني هنحكي نحن this pin 11 12 13 14 and number 1 2 3 4 5 6 7 and this one and this one all in VDD. Okay, then 6 and 7 A15 it's powered by VDD inside the red box is a single layer chip. يعني شو قصده يعمل هون؟ قصده بكل بساطة الباور بيجي من تاني موديول، يعني عندي نمبر 1 نمبر 2 هيدا مع هيدا الأول لاين ثالث لاين هن باور سبلاي ل 2 chip 2 line 1 and 1 and 3 هن power supply ل 2 and 4. عم نحكي نحن single layer chip. إذا بدنا نحكي نحن dual layer chip pin function. Pin 5 and 16 are clock. So لما نحكي نحن هون this one خلينا نغير الخط. ناخذ أزرق. Okay. نحن عم ناخذ بهيدا اللي هون بيكون في عندي 15 it's powered by VDD PRI inside yellow box is a double layer. يعني كل اللي هون 1 2 يلي هن 2 4 6 8 10 وكل لياتهم اللي هون هن بيكونوا دبل على ال VDD supply. اوكي طيب يلي بدنا نحكي انه how to test ال hash rate to all ال signal. how
how to test the hash rates the board signal processing. فازن عندي أنا 35 layer in series 150 chip. بيكون ببلش نحنا بكل بساطة هون عندي RST CTS RXD CLK. اوكي هول كل ياتون بيكون composed when 1.8 يلي هي LDO provided 1.8 0.9 voltage اللي هن بيروحوا على هول الفولتج. يعني كل LDO ل 2 ل 1 series, this LDO لتاني series. اي مشكلة باول line بيكون هو مشكلة LDO. So this one LDO يلي 1.8 لازم تعطيني 1.9 1.8, لازم تعطيني 0.9. هيدا ال LDO كمان لهيدا اللاين, يعني كل LDO هي لللاين اللي فوقها لتعمل power supply لزيس لاين. عندي انا CLK هي 24 crystal and temperature sensor. So اي مشكله بالtemperature sensor لازم sensor, لازم اعرف انا انه temperature sensor اذا اي في مشكله بدي افحص قبل ال LDO, لانه ال LDO بيكون هو مسؤول عن this line. فهيدا ال LDO بيكون هو مسؤول عن هيدا اللاين, وهيدا اللاين لازم يكون supported by 1.8 and 0.9. فبرجع انا بحط المالتيميتر. اذا انا حطينا المالتيميتر على الفولت, عندي 2 الكترود, this electrode, this multimeter, okay, electrode red to here, electrode second to here, let's put here, so this one and this one لازم يعطي 1.8 على ال RST طول ال LDO. This LDO. فإذا أعطاني هون من ال output طول ال chip 1.8 معنات ال LDO, معنات ال chip منيحة, معنات ال LDO كمان عم تعطي. أوكي هلا نحن بنشوف هون في عنا بلش this one two 38 chip. So this one output اللي هي بتبلش السيجنال من هون, هي السيجنال طول ال TXD. So TXD بلش 38, okay, بلش من 38 till 1, بحكي انا TXD. اوكي طيب بلش السيجنال انا عندي from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like that. اوكي بلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي كل هول بيمشوا اخر شيء يوصل على ال1. السيجنال البيني اللي هي 3 سيجنال اللي RXD and CLK and RST بده يمشوا من number 38 or number line 1. اوكي 1 till 2 3, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like that. Okay, so it's easy to detect which chip is bad, just follow the signal. Now how to test, كل بساطة في عنا the value of each point CLK 1.7 1.8, RXT 1.8, TXT 1.8, RST pull high is 1.8, pull low is 0. فبكل بساطة اللي هون انا اللي عندي اياها هيدي كلها هي الشيب, انا فيني اعمل between 2 voltage domain or 2 core, هيدا core فيني شوف انا between 2 core
I should have here 1.8. طيب إذا ما عندي أنا هون 1.8 from here to here, إذا أنا ما عندي إياهم, ما عندي voltage, بدي أنا أشوف الـ inputs, the output, sorry, output and input of this chip. إذا أنا كان موجود في عندي الـ input وموجود عندي الـ output, معناتها الـ core من وين ما عم تعطي 1.8 دغري بتنزل على الـ LDO, لأنه الـ LDO should support between two core. فإذا لازم يكون أنا لنقول let's say here I have here from here 0 volt. برجع أنا بقيس input output, if I don't have or if I have direct go to LDO. This LDO لازم تكون تعمل دعم لمنطقة الكور. اوكي, فاذا برجع بقول انه اذا كان بدي اعمل تيست ل from here to here back of the chip, بقلب الهاشبورد, بقدر انا اعمل اللي هي هالكور وهيدا الكور. فاذا two chip, اذا ما كان عندي انا فولتج اكثر مشاكل اللي هي واتس ماينر والالديو. نوتس LDO, we have a EEPROM. This EEPROM, okay, what's the function of the EEPROM here and what's minor? نحن بكل بساطة what's minor, الكلوك عنده منه stable, فلازم أنا إذا صار شيء بالwhat's minor طفل عنه الكهرباء, معاش في electricity آخره, لازم يكون في عندي داتا مسيفة, فهني حاطين EEPROM حتى يرجع يسيفوا الداتا اللي هي موجودة بالwhat's minor. اوكي, فإذا كمان من مشاكل issue of the what's minor between each chip, we have a gap. This one, 2, 3, 4, 5, 6 and down, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Between two chip have a capacitor and resistance. What does that mean? نروح نحنا على الشيب. Okay. هون لما أنا بدي أرجع أطلع من الـ CLK بدي يروح على capacitor and resistance, then it will go to input of this chip. يعني أنا إذا كان في عندي أنا input من الشيب بس ما عندي, إذا كان عندي أنا output من الشيب بس ما عندي input للشيب التانية, لازم أنا أفحص هون. I need to measure here and I flip the board, لازم أفحص أنا the back of the dashboard. كمان لازم أعمل inject of the voltage. How to inject the voltage on what's minor? Here, إذا أنا بدي أعمل inject لل what's minor, I have here, I can inject here, I can inject this one, this one, and this one. Okay, عم بعمل انا inject للvoltage last of the chip with this one. This is the first layer and this is a second layer. فلازم انا اعمل بكل بساطة فاصل بيناتهم لحتى انا اعرف انه اذا الاول layer منطقة layer هي شغالة كلياتها. فانا بعمل inject للvoltage, برجع بقرأ I read from multimeter. If I have voltage then this layer is good. I inject the voltage down. If not detect anything, so كل شيء عندي إياه بيكون shorted the array of chip. Okay, we will continue on the next video about the what's minor. And see you later.